القاورمة السورية أو الأورمة السورية على أصولها وصحتين وألف هنا. بدي دهنة أولية غنم أو بقر ما في مشكلة. بدي 1 كيلو، أقطعهم قطع ناعمة وأحطهم على نار متوسطة لحتى يذوبوا تماما. بس توصل لهاي المرحلة هلا بدنا نشيل هدول القطع، نشيلهم على طرف ونكمل الخطوة اللي حطينا كيلو دهنة. هلا بدي أحط 1.5 كيلو لحمة مفرومة أو لحمة لسان أو رأس العصفور. وكمان على نار هادية لحتى تذوب اللحمة وتستوي معانا بشكل جيد 100% وتكون جاهزة وصحتين وألف هنا. هلا بدي أحط 2 كبار ملعقة ملح، أحركهم لحتى يستووا تماما وأطفي عنهم النار. وهيك بتكون القاورمة صارت جاهزة. هلا أطفي النار وأخليها لحتى تبرد، وبعدين أحطها بمطربان أو مرطبان بلور، وتقدروا تحفظوها لمدة سنة كاملة وصحتين وألف هنا. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم.